تكبير تكبير. الإرادة ساحة خرجت منها أصوات منادية بنصرة سوريا وشعبها، وأخرى مناشدة بتحرك المجتمع الدولي. أقيم مساء اليوم في ساحة الإرادة تجمع لنصرة الشعب السوري تحت شعار نصرة سوريا بمشاركة بعض القوى السياسية والشبابية ونواب مجلس الأمة. وكانت وزارة الداخلية قد منعت التجمع الذي كان من المفترض أن يكون في الجمعية الخيرية الإسلامية بجنوب السرة، ما دفع بالمنظمين إلى إقامته في ساحة الإرادة. وكانت الحركة الدستورية الإسلامية قد دعت مناصريها إلى التواجد في ساحة الإرادة، كما كتلة التنمية والإصلاح التي وجه الدعوة باسمها للمواطنين النائب فلاح الصواغ لضرورة الحضور نصرة للشعب السوري. وقد طالب عدد من النواب والشخصيات الدينية المجتمع الدولي بالتحرك لنصرة سوريا وشعبها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في سوريا وأن ينصرهم وأن يوفقهم. وقد تحالف في سوريا المسلمين والنصارى وبعض الطائفة العلوية التي تنتصر للشعب السوري، ولم يتحرك العالم الإسلامي، ولم يتحرك زعماء المسلمين، ولم يتحرك علماء المسلمين. نتمنى بعد هذا اليوم أن يتحرك الجميع وأن ننتصر، ولن يدع الله سبحانه وتعالى عبيده. وهذه الوقفة تظهر هذه الانهزامية لطوائف ولأحزاب ولأمم قالت نحن نجاهد اليهود ونقف أمامهم. الآن ظهر الكذب بسلمية هذا الشعب، بسلمية هذا الشعب وبسلمية شعاراته أظهر كذب كل هؤلاء المنافقين. وسيظهر النصر بإذن الله لهذه الأمة. فلنقل كذلك كما يقول الشعب السوري: حرية حرية، سلمية سلمية. أن شعب الكويت لا يزال ينصر المظلوم، وأنه شعب مهما حاول المحاولون على أن يفصلوه من هويته وعقيدته فإنه بحمد الله لا يزال متمسك بها مهما كان الأمر ومهما كان هذا الضغط. ونحن نقول أيها الإخوة رسالة لأهل سوريا: أبشروا أيها الشعب، أبشروا أيها الشعب السوري بالنصر، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وليعلم أهل سوريا وليعلم أهل التوحيد في كل مكان أن النصر قادم لا محالة. أيها الأحبة الأفاضل، أيها الأحبة الكرام، ما معنى الإرهاب الذي تطارده الحكومات وتطارده الدول والمنظمات وتطارده المجتمعات؟ ما يفعله من تطفل هناك في سوريا أليس هو إرهاب؟ قتل للأطفال واغتصاب للنساء وضرب للشعوب أليس هو إرهاب؟ وفي السياق ذاته توجه النواب وليد الطبطبائي، جمعان الحربش ومبارك الوعلان، كما النائب السابق ناصر الصانع وعدد من الشخصيات الكويتية إلى الحدود السورية التركية لدعم ومؤازرة اللاجئين السوريين. وكانت وكالة الأناضول التركية قد ذكرت أن أكثر من 1500 لاجئ سوري عبروا الحدود التركية يوم أمس حين وصل الجيش السوري إلى منطقة الحدود المشتركة في إطار حملته للقضاء على الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري.